تواصل التحديات والانطلاقات من هنا من ميدان الشحنية في هذا السباق المحل السادس. نتواصل مع سن الحقائق مع انطلاقات أشواط الخير والبركة على بركة الله، تعلن بداية انطلاقة شوطنا الثاني والعشر الخاص للقعدان الحقائق من مسافة 4 كيلومترات. تمنياتنا لجميع الأخوان المشاركين بالتوفيق والنجاح. نبدأ بالمركز الأول مع حواش، من يحتل المركز الأول لثلاب راشد بن ثلاب الهاجري، بينما ثاني المراكز في هذه الانطلاقة مشرف متعب بن عبد الله بن راشد الفهيدان المري، وثالث المراكز أرى الانطلاق من مزاح زايد بن محسن بن زايد الخيرين يحتل المركز الثالث مع مزاح، بينما رابع المراكز أجد الانطلاق في هذه اللحظات من همام لحمد بن محمد بن طالب بن صعاق المري، بينما خامس المراكز من الجانب الآخر الانطلاق والتحدي من وارد لمسعود بن علي بن راشد الفهيدة المري. إذا المتابعين الكرام، هذه النتيجة للخمس المراكز الأولى بعد استكمال نداءنا الأول والعودة مباشرة مع الصدارة مع المركز الأول. شعار بن ثلاب يحتل الصدارة ويقدم لنا هذا الانطلاق مع هواش لثلاب الراشد بن ثلاب الهاجري، وثاني مراكز أرى الانطلاق والتحدي من مزاح لزايد بن محسن بن زايد الخيارين، بينما ثالث المراكز في هذه الانطلاقة من الجانب الآخر أرى الأسماء والشعارات القادمة في هذه الانطلاقة نواف لراشد بن علي بن محمد الفيد المري، بينما رابع المراكز ورابع التحديات من الجانب الآخر في هذه الانطلاقة، وتابع رابع المراكز الاسم القادم من المركز الرابع الواعي لسعود بن محمد بن سالم بن محمد الخليفة، وخامس مراكز أرى اللي تسلل مباشرة إلى أول المراكز وارد لمسعود بن علي بن راشد الفهيدة المري، غير في هذه اللحظات وانتقل إلى أول المراكز مع انطلاقة وارد مع الصدارة مع الانطلاق الأول مع انتصاف المسافة 2 كيلومترات. ما يتبقى عن خط النهاية وعن خط الناموس والفوز والانتصار هنا في ميدان الشحانية. المركز الثاني سراب لسليم بن سلام بن سليمان الفايد الجهني، غير في هذه اللحظات واحتل الصدارة، يقدم أيضا سراب من تسرب في مقدمة الشوط في هذه اللحظات. المركز الثاني الانطلاقة والتواجد منبع لسعيد بن قنزول بن مسلب بن حمرور العامري، وأول نداء لمنبع من يصل في هذه اللحظات مع ثاني مراكز، والثالث الأسماء الانطلاق والتحدي من أيضا هنا الانطلاق من وارد لمسعود بن علي بن راشد الفهيد المري، ورابع الأسماء الانطلاق من شاهين صالح بن سعود بن سعيد بن قطام المري، وخامس المراكز التواجد والانطلاق من نواف لراشد بن علي بن محمد الفهيد المري. ولكن عودة مشاهدينا الكرام، عودة مع الصدارة مع شعار أيضا من الشعارات والأسماء الخطيرة، شعار سليم بن سلام بن سليمان الفايد الجهني مع سراب على المركز الأول ينطلق في هذا التحدي ويعلن تواجد شعاره مع الصدارة ومع القيادة والريادة في هذا الشوط. يا سلام، المركز الثاني أرى الانطلاق في هذه اللحظات وتقدم منبع لسعيد بن قنزول بن مسلب بن حمرور العامري على ثاني مراكز، وثالث الأسماء التواجد والانطلاق من وارد لمسعود بن علي بن راشد الفهيد المري. ولكن عودة متابعي الكرام، عودة مع الكيلو المتر الأخير عن خط النهاية عن خط الفوز والناموس. ركز يا برويشد على الصدارة مع الانطلاق الأول، يقدم لنا سراب على الصدارة سليم بن سلامة بن سليمان الفايد الجني، شعار الحصاد هنا يتواجد مع الصدارة وينطلق مع المركز الأول، يقدم سراب من أعلن الانطلاق في هذه اللحظات، من تسرب وانطلق في هذه اللحظات مع شعار بن سلامة على الصدارة سليم بن سلام بن سليمان الفايد الجني، وثاني مراكز أرى الانطلاق والتحدي اللي غير في هذه اللحظات وانتقل. يا سلام، منبع سعيد بن قنزول بن مسلب بن حمرور العامري غير إلى أول مراكز واحتل الصدارة
ينطلق مع المركز الأول، يعلن تواجد من بحر السلارة، ولكن سراب يعلن أيضا الخطورة وينطلق في ثاني مركز لسليم بن سلامة بن سليمان الجني، ولكن الله منبع مع المركز الأول، منبع يعلن التحدي ويعلن التواجد، شعار بن قنزول على السلارة، سعيد بن قنزول بن مسلم بن حمرور العامري أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة، وأيضا من أبناء العين هناك بدولة الإمارات مع هذا الشعار المميز، شعار سعيد بن قنزول بن مسلم بن حمرور العامري، يقدم منبع مع الأمتار الأخيرة، ينطلق إلى الناموس إلى الفوز. يا سلام يا سلام، هذا هو منبع يصل إلى خط النهاية معلن الفوز والناموس. تهانينا وألف مبروك لسعيد بن قنزول بن مسلم بن حمرور العامري على فوز منبع بالمركز الأول. المركز الثاني نواف لراشد بن علي بن محمد الفيد المري. المركز الثالث وصل في سراب لسليم بن سلامة بن سليمان بن الفايد الجني. المركز الرابع كان الوصول من المزعج لطالب بن فهد بن طالب بن راشد بن شريم المري. المركز الخامس وصل فيه مشرف لمتعب بن عبد الله بن راشد الفهيدان المري. إذن متابعينا الكرام، تهانينا والناموس لجميع الفائزين بناموس هذا الشوط. وهذا هو منبع من فاز بالمركز الأول لسعيد بن قنزول بن مسلم بن حمرور العامري، مهديا أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة ناموس هذا الشوط. والتوقيت الزمني 6:22:46. تهانينا والناموس. المركز الثاني جاء فيه نواف لعلي بن راشد لراشد بن علي بن محمد الفيد المري، والتوقيت الزمني 6:21:56. تهانينا والناموس. المركز الثالث وصل في سراب سليم بن سلامة بن سليمان الفايد الجهني، والتوقيت الزمني 6:24:50. تهانينا والناموس لجميع الأخوان الفائزين.